السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصبحتم يا ثاني؟ أتمنى أن الجميع بخير. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس جدا سهل، يعني معلومات سبق وأخذناها، مو شيء جديد عليك. اللهم فقط نقطة واحدة الجديدة عليك، جمع عددين مكونين من رقمين بإعادة التجميع. إذا درس اليوم جمع عددين مكونين من رقمين بإعادة التجميع. فكرة الدرس أجمع عددين يتكون كل منهما من رقمين مع إعادة التجميع. ركزوا معايا حبايبي، في البداية أريد أن أجد ناتج الجمع 18 زائد 25. في الدرس السابق أخذنا في الدرس السابق جمع عدد من رقمين إلى عدد من رقم واحد، تمام؟ اليوم رقمين راح أجمعها أيضا مع رقمين وأيضا بإعادة التجميع. الخطوة الأولى دائما وأقولها وأكررها لكم، أجمع الآحاد مع الآحاد، أجمع الآحاد مع الآحاد. هذا العدد الرقم الأول هو الآحاد، وهذا العدد الرقم الأول هو الآحاد، إذا سوف أجمع الآحاد مع الآحاد. 8 زائد 5، 8 زائد 5. أضع العدد الأكبر في العقل والعدد الأصغر على يدي، 8 9 10 11 12 13. أكتب العدد 3، والواحد وين أكتبه؟ بجانبه، معلش، أكتب العدد 3. طيب الواحد وين أكتبه؟ بجانبه ولا أرفع فوق؟ كما أخذنا في الدرس الماضي، أرفع العشرات فوق مع العشرات، تمام؟ طيب الآن 1 زائد 2 يساوي 3، هل أكتب 3 ولا أضيف لها العدد اللي رفعته؟ ممتازين، أضيف لها العدد اللي رفعته فوق. إذا 1 زائد 2 يساوي 3، مع الواحد اللي فوق 4. إذا 18 زائد 25 يساوي 83، معلش 43، تمام؟ طيب فقط أعيدي على الأعداد المنقطة لديك. إذا في الخطوة الأولى نجمع الآحاد مع الآحاد، الخطوة الثانية أعيد التجميع عند الضرورة ثم أكتب الناتج، تمام؟ آخر شيء إني أجمع العشرات مع العشرات. ركزوا معايا في، أتأكد حتى تتضح لكم الصورة. سؤال رقم واحد، ركزوا معي، سؤال رقم واحد، السؤال عندي يقول 47 زائد 29. أول خطوة أستاذة نجمع الآحاد مع الآحاد. طيب العدد الأكبر أضعه في العقل وهو 9، وأضيف إليه 7 أصابع، 9 وأفتح 7 أصابع، إيش بعد 9؟ 10 11 12 13 14 15 16. إذا أكتب العدد 6، والواحد وين في العشرات؟ أضعه فوق إعادة التجميع، فوق في العشرات ثم أقوم بإعادة التجميع. 4 زائد 2، 4 في العقل 5 6، مع الواحد اللي فوق إذن 7. إذن 47 زائد 29 يساوي 76. أتمنى أن المعلومة وضحت. نحل أيضا تمارين. سؤال رقم 2، 12 زائد 24، أول خطوة أجمع الآحاد مع الآحاد، 4 زائد 2، 4 في العقل و2 على يدي، 4 5 6. إذا أكتب العدد 6، هل يوجد عدد بجانب 6 حتى أرفع فوق؟ ما في يا أستاذة، فقط من آحاد مكون، ما فيها، معليش، 2 زائد 4 ناتجه مو عددين، عدد واحد فقط، معليش مو رقمين، رقم واحد فقط. لو مثلا عندي الناتج 16، سوف أرفع هذا الواحد فوق، ما راح أنزله بجانب 6. معي يا حلوين؟ إذا 2 زائد 4 يساوي 6. طيب 1 زائد 2 3،
إذا 12 زائد 24 يساوي 36. سؤال رقم 3، 15 زائد 16، أجمع الآحاد مع الآحاد، 5 زائد 6. أضع العدد الأكبر في العقل والعدد الأصغر على يدي، 6، 7، 8، 9، 10، 11. الناتج مكون من رقمين يا أستاذ، الرقم الأول اللي هو الآحاد أكتبه، والعشرات أرفعه فوق في هذا المربع. طيب بعدها 1 زائد 1 زائد 1، أعاد التجميع الآن، 1 زائد 1 زائد 1 كم يساوي؟ 3. بارك الله فيكم جميعا. الآن سوف نقوم بحل سؤال رقم 5 مع بعض، 15 زائد 19، أجمع الآحاد مع الآحاد فقط، 5 زائد 9، أضع 9 لأنها الأكبر في العقل، و5 على يدي، 9، 10، 11، 12، 13، 14. إذن سوف أكتب الأربعة، والواحد أكتبه بجانبه ولا أرفع فوق؟ بارك الله فيكم أرفع فوق. يلا الآن إعادة تجميع، 1 زائد 1 زائد 1 كم يساوي؟ 3. ممتازين رائعين بارك الله فيكم جميعا. نذهب الآن إلى أتدرب ونقوم بحل بعض التمارين. لدي سؤال رقم 8، 14 زائد 35، أجمع الآحاد مع الآحاد، 4 زائد 5، مع فاطمة 4 ريالات ومع سارة 5 ريالات، فكم معهم جميعا؟ ممتازين بارك الله فيكم، 9. طيب 3 زائد 1، أجمع العشرات مع العشرات، 3 ونقفز قفزة واحدة، 4. إذن 14 زائد 35 يساوي 49. بارك الله فيكم جميعا، تستحقون ابتسامة. سؤال رقم 9، 2 زائد 8، نجمع الآحاد مع الآحاد، 8 في العقل و2 على يدي، 8، 9، 10. والعشرة مكونة من رقمين اللي هو الصفر والواحد، الواحد أرفع فوق إلى العشرات، إلى العشرات. ممتازين بارك الله فيكم، 3 زائد 3 كم يساوي؟ 6. مع الواحد هذا إيش بعد الستة؟ 7. إذن 32 زائد 38 يساوي 70. سؤال رقم 10، نقوم بحل، نجمع الآحاد مع الآحاد، 9 زائد 6، أضع العدد الأكبر في العقل، 9 في عقلي، وأفتح 6 أصابع وأقوم بالعد، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. أكتب الرقم الأول 5 والرقم الثاني 1 يرتفع فوق إلى العشرات، 15. طيب قومي الآن بإعادة التجميع، اجمعي العشرات مع بعض، 1 زائد 1 2، 2 زائد 4 6. إذن 19 زائد 46 يساوي 65. بارك الله فيكم جميعا، انتبهوا معايا في سؤال رقم 12، سوف أقوم بجمع الآحاد مع الآحاد ثم أنتقل إلى العشرات، 9 زائد 3، 9 في العقل و3 أصابع أقوم بفتحها، 9، 10، 11، 12، 2 والواحد أرفعه فوق، ثم أقوم بإعادة التجميع، أجمع هذه الأرقام مع بعض، 3 زائد 2 5، والخمسة مع الواحد 6. بارك الله فيكم جميعا. نختم درسنا حبايبي بسؤال رقم 16، أجمع الآحاد مع الآحاد، 6 زائد 4 أو 4 زائد 6، أضع العدد الأكبر في العقل والعدد الأصغر على اليد، 6 في عقلي و4 أصابع أقوم بفتحها، 6، 7، 8، 9، 10. كيف يكتب العدد 10؟ 0 و1 صح ولا لا؟ صفر والواحد أقوم برفعه لأنه في العشرات، أضمه إلى العشرات ثم أقوم بإعادة التجميع مرة أخرى، 5 زائد 1 6، مع الواحد اللي فوق 7. انتهى درسي لهذا اليوم، أتمنى أن الجميع قام بفهم الدرس وأن الدرس أصبح سهل لديكم، استودعتكم الله.